وصل لي اليوم هذا التليفون اسمه يومي سوبر، خلونا نشوفه. شاشة التليفون 5.5 انش من انتاج شركة شارب وبوضوح فل اتش دي. الرامات 4 جيجا رام من انتاج شركة سامسونج، يعني يصلح للالعاب. المعالج 8 نواة والبصمة تشتغل بجزء من الثانية. الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل من انتاج شركة باناسونيك، والامامية 5 ميجا بكسل. البطارية عملاقة من انتاج شركة سوني 4000 ملي امبير، تعطيك 48 ساعة من الاستخدام على الفور جي. منفذ الشحن يو اس بي تايب سي مع ميزة الشحن السريع، تشحنها 5 دقائق يشتغل معك ساعتين من 0 لل 100 ب 100 دقيقة. ذاكرة الجهاز 32 جيجا ويقبل ذاكرة اضافية 128 جيجا، او تقدر تركب مكان الذاكرة شريحة ثانية. كفالة لمدة سنتين وتبديل الشاشة مجانا لأول مرة. متوفر عند الوكيل بدولة الكويت، ايتك كو كي دبليو.